تحتفل إيرلندا بعيد القديس باتريك الخميس. رئيس البلاد شارك في الاحتفالية رفقة زوجته. استعراضات ضخمة ومسيرات جابت شوارع العاصمة دبلن. يتوقع أن يصل عدد المحتفلين لهذا العام إلى 500,000 شخص. ينسب للقديس باتريك نقل الديانة المسيحية إلى إيرلندا، وتقول الأسطورة إنه حمى البلاد من الثعابين بقذفها إلى البحر. جئنا من غلاسكو للاحتفال بعيد القديس باتريك، وعند سؤال هذه العائلة إن كانوا يحتفلون بهذه المناسبة في غلاسكو أجابوا نعم، لكن ليس بقدر الاحتفال هنا. حضرنا من البرازيل إلى إيرلندا للدراسة. اليوم يحمل أهمية خاصة في إيرلندا، الجميع يصبح إيرلنديا في هذا اليوم الجيد. في بريطانيا سلم الأمير ويليام نبات النفل إلى قوات الحرس الإيرلندي عملا بالتقاليد الملكية، حيث يرمز هذا النبات الثلاثي الورق إلى الأقاليم الثلاث في العقيدة المسيحية. عيد القديس باتريك يحل في كل مكان يتواجد فيه الإيرلنديون، فقد شهدت شوارع مدينة نيويورك مسيرة شارك فيها عمدة المدينة للمرة الأولى. بموجب مبادرة من قبل وزارة السياحة الإيرلندية سميت بالأخضر العالمي، تمت إضاءة 190 معلما حول العالم باللون الأخضر تيمنا بلون القديس باتريك.